السلام عليكم، معكم مصطفى العمراني نائب مقرر الجهوي لقطاع كلاء السيارات. اليوم جينا نناشدوا وندقوا بيبان الوزارة عاوتاني المرة الثانية، وماشي في الجهة الشرقية، ما بالنسبة للصعيد الوطني ماشي المرة الثانية، باش يشوفوا من حالنا ويشوفوا لنا حلول لهذا الشيء هذا، ويمشيو معنا لشي حلول لحقاش لا يبشروا هذا بخير، لان بزاف ديال النوار على الصعيد الوطني كيعانيو بزاف نتاع الصوالح، الازمه الاقتصاديه من الكريديات من زاسيرونس الضرائب، بزاف نتاع المسائل اللي ضيعت النوار، ما لقيناش حلول، عينا نطرقوا الابواب، عينا نصيفطوا مراسلات، ما كانش جواب حتى من شي جهه. كنناشدوا عينا ناشدوا الحكومه، كل واحد طور من الواحد، تمشي لوزاره الجهاز والنقل، كتمشي لوزاره الجهاز والنقل كتقول لك هذا القطاع ما ينتميش ليا، كتمشي لوزاره الماليه كتقول لك هذا القطاع ما ينتميش ليا، ما عرفناش لمن كننتميو حنايا كاع، لمن نردوا الراس، الناس راه ضايعه، كاين الاخوان اللي انتحروا، كاين اللي انتحروا في مراكش بالاقتطاعات وبالازمه اللي وصلوا ليها لواحد الحد اللي دنيء جدا. وبالنسبه سيرتو للجهه الشرقيه كنعانيو كثير، وقلت هذا الشيء سبق ونولي نعاود نقولوا انه المغرب كامل كيعاني من الاقتصاد ديال 50%، الجهه الشرقيه كتعاني تقريبا 90%، ما عندناش بدائل، ما عندناش فين نسدوا الرسال، لي بونك زادوا علينا، لي زاسيرونس زايدين علينا، كل عام كيزيدوا علينا، ما عرفناش درك حنايا الحلول لهذا القطاع هذا، حنايا ضعنا، درنا كريديات، درنا بزاف نتاع الصوالح، ما لقيناش كي نديروا رومبورسي ولا هذا لي بونك، حنا سيدنا عطانا اقتطاعات، يعني وقفوا لنا الاقتطاعات البنكيه مجانا. يعني راه سيدنا الله ينصرو ويطولنا في عمره عطانا هاد الاقتطاعات غراتويت، لي بونك زادوا علينا لي فري بزاف، درك الناس اللي طايحه كونتونسيون، كان اللي داو له الطونوبيلات، كان اللي ضيعوه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما لقيناش فين غادي نصدقوا هذا الراس هذا، ونوليو ناشدوا حنايا ونوليو ندقوا البيبان، وكنقولوا لسيدنا يشوف من حالنا ويديروا لنا حل، ما استفدنا من دعم، ما استفدنا من تمشي حاجة، المجسم كيعني بالله أننا مهددين بالموت، يعني راه القطاع ميت، ماشي حي، حنا كنقبضوا الفلوس كنردوا بهم، عادي لا قبضناهم، ما كانش معنا من نخدموا، المطارات كانوا مبلعين، ما الكليان هنا في السياحة الداخلية ما كاينش اللي غادي يجي يدير السياحة الداخلية، الناس في أزمة، شكون اللي غادي يخرج الفلوس؟ بالنسبة للمطارات مبلعين، حنا تقريبا في الجهة الشرقية كنخدموا غير مع الجالية المقيمة بالخارج. يعني مريضوا لنا المطارات ما كانش مع من الخدمة، يعني رانا مهدين بالموت، هذا هو المجسم اللي كان يعني هذا الشيء. شكرا شوف تي في، وكنشكرك على الاخ ديالنا وتشكروا الاخ طارق، شكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، استاذ عبد العزيز الصيد الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جينا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه في اطار الدعم والمسانده اللي كنقدموها في اطار الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل بين القطاعات. هذا القطاع هو مهمش جدا، جينا ندقونا قوس الخطر للوزارة المسؤولة على قطاع النقل، لأن هذا القطاع ديال كراء السيارات هو يعاني في صمت منذ ظهور جائحة كوفيد، ونعتبر في الاتحاد المغربي للشغل أن ظاهرة كوفيد لا يمكن اعتبارها كذارعة لتهميش هذا القطاع الحيوي والمهم، وأن خاصة هنا في الجهة الشرقية أن هذا القطاع أصبح يعاني معاناة قد تأتي إلى سكتة قلبية لا قدر الله. احنا جينا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية لتنبيه المسؤولين على مستوى الوزارة وعلى مستوى المديرية الجهوية لوزارة النقل أن نبهوهم إلى الالتفات لهذا القطاع من خلال مجموعة من التدابير اللي يمكن إجراؤها، تخفيض الأقساط ديال الأبناك، الرفع ديال رفع عنهم الأداء الضريبي في هذه الفترة، لأن ما معقولش أن واحد القطاع لا يشتغل ويؤدي الضرائب ويؤدي أقساط ديال الآخر يمكن تأجيلها إلى ما بعد فوات الجائحة. وحنا في اطار الجامعه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الاتحاد للشغل، حنا موجودين دائما في اطار الاتحاد المحلي والمسانده والدعم، وشكرا.